إذن نستضيف مصممة أزياء وكذلك رئيس لجمعية إبداعات السيدة منى واصف منى مروان اللي تكلمنا على أول مهرجان في الفراولة، يعني تكلمنا على الظروف الإجرافية للاستعداد وكذلك هذا النشاط اللي نظمته. بالنسبة اليوم اللي هو 22 أبريل فهو يوم ديال الكاستينغ لاختيار متبريات باش يكونوا في مهرجان ديال ملكة جمال الفخاز، لأن هاد المتبريات هادو وهاد الكاستينغ هذا ديال اليوم هذا غير اختيار ديال بعض المتبريات اللي غادي يدوزوا للسهرة النهائية اللي غتختار فيه الملكة اللي غتزوج ديالنا لو 5 ماي. حنا بالنسبه لهاد الاستعدادات هادي بطبيعه الحال حنا من شهر جوج وحنا خدامين عليها، لان عندنا واحد الفريق اللي خدام معنا اللي هو فريق ديال المهرجان. كاين الناس من تطوان من بلجيكا، لانه اصلا هذا مهرجان دولي ديال لافخيز ديال ملكه الجمال اللي تنجنا بهذا المنتوج هذا ديال لافخيز، لان مدينه العرايش كيف ما كيعرف الجميع انها معروفه بالمنتوج ديال لافخيز اقتصاديا وفلاحيا بطبيعه الحال. بالنسبة للدعم ديال هاد الكاستينغ هذا فهو كان دعم من طرف الرئيس المجلس البلدي اللي هو سي عبد الإله سيسن، اللي هو ساعدنا بطبيعة الحال باش قدرنا أننا نعملوا هاد الكاستينغ، لأنه الكاستينغ ماشي ساهل، لأن كاينة بزاف ديال كيفما كتعرفوا كاينة بزاف ديال الحاجات باش نخدموا. نعم، لإنجاز هذا العمل لابد من فريق، الفريق أكيد يمكن تقدم لنا الفريق اللي ساهم في إنجاز هاد كاين السي محمد كريكش اللي من مدينة تطوان اللي هو المدير الفني ديال المهرجان، اللي بطبيعة الحال هو اللي ساعدنا حتى هو، لأن الفريق كاين لالا سعاد عبيد نائبة ديال الرئيسة ديال جمعية إبداعات العرائش، كاين مدام ليدي سعاد اللي هي أميرة المهد الجمعية وكانت حاضرة في لجنة التحكيم، كاين مدام ماريا الجمالي عارضة سابقة ومستشارة المبدعين العرب شعبة المبدعين العرب، كذلك هي مهندسة ديال الديكور، معنا الأستاذة الغنية عن التعريف الصحفية الكبيرة والإعلامية والشاعرة نزهة بنادي، حتى هي كانت حاضرة معنا في لجنة التحكيم، كذلك الأستاذة فجوة الأشرافي مصممة مجوهرات حتى هي كانت من الحضور ديالها معنا في لجنة التحكيم ديال نعم، على مستوى إبراز قيمة الجمال وكذلك الذوق والفن وكذلك الثقافة ديال المرأة العرائشية، لأن الكاستينغ ما هو إلا وسيلة لإبراز هو يعني الكاستينغ هو ماشي باش ما يكونش خلط ما بين الجمال وما بين، هو الكاستينغ كنختاروا البنت اللي غتمثل مدينة العرائش، غتكون مثقفة جميلة ولكن مثقفة أكثر، لأن هي غتمثل المدينة، البنت اللي غتمثل المدينة كتكون سفيرة مدينة العرائش. إذن عليها إبراز جمال وكذلك ثقافة ويعني المجتمع جميع يعني هو شنو يمكن تقولنا على يعني الظروف اللي صار فيها الظروف جد جيدة الصراحة، الحمد لله ربي كاع ما خيبنا بالمساعدة كيف ما قلت لك ديال المجلس البلدي، المساعدة ديال الحضور اللي كان معنا اليوم وتا ديال المتباليات، الحمد لله دازت كل شيء على خير. وبالنسبة لكل شيء الجمهور باغي يتبع التظاهرة هذه ويحضر حتى هو، يعني بالنسبة للنسخة اللي غتكون يعني مجال يعني لا يعني احصائيات اللي مجيه عاد غادي يكون ان شاء الله 4 و5 و6 ماي، يلا غيكون دابا المهرجان في هذا الشهر اللي داخل تما، غادي يكون نهار 4 ماي غيكون استقبال ديال الزوار، غادي يكون افتتاح ديال المهرجان. ومده المهرجان 3 ايام 4 و5 و6، نهار 5 ماي غادي يكون حفل كبير اللي فيه عرض ازياء، غيكون تقديم المتباليات اللي منهم غتعزل لها ميس ستروبري، غادي يكون حفل غنائي ديال الفنان فريد غنام. لا ميس ستروبري شي اش كتقصد بها؟ ستروبري هي لا فريز اون انجلي، يعني حنا عندنا لا فريز لا فريز، باش يكون هذا المهرجان ياخذ طابع دولي. نعم، ما ياخذش طابع محلي او وطني، حنا بغينا طابع دولي، لان معنا ناس من بلجيكا اللي هما معنا، لان بلجيكا كاينه واحد المدينه اللي هي ناميوغ، حتى هما عندهم نفس لا فريز، هما عندهم لا فريز بحالنا حنا، عندهم اقتصاد لا فريز في المدينه، دونك عملنا واحد تعاون مع المدينتين، وان شاء الله كنخدموا على توأمة ما بين العرائش وناميوغ البلجيكيه بخصوص هادشي ديال لا فريز. على مستوى المشاركه الوطنيه كنعرفوا بان اقليم العرائش وقنيطره كذلك حتى هو اصبح منتج يعني منافس للعرائش على مستوى الانتاج. العرائش هي الاولى على مستوى الانتاج، ولكن حتى هو اصبح عندهم انتاج واصبح ربما عندهم مهرجان كينظموه.
إذا المستوى المشاركة الوطنية كيفاش غتكون في المهرجان ديالكم؟ المهرجان لا مغاير المهرجان ديالنا تماما، عندهم مهرجان ديال لافخيز كانوا توجدوا فيه واحد الناس اللي خدامين في العاملة، المرأة العاملة ديال لافخيز هذاك بوحديتو، ما نهضرش على ملكة الجمال لأنني أنا ما شفتش عندهم ملكة الجمال، يمكن كانوا توجدوا واحد بنيته صغيرة عطاوها غير فرحوا بها اللي هي ملكة الجمال، وإنما ملكة الجمال كيف ما كتشوف كتسخصها كتحترم معايير وطنية. نعم، في أي منافسة كيكون اللي نوميني وكيكون جوائز، يعني أنتم الجوائز على مستوى الجوائز والحوافز اللي خصو في المهرجان؟ أكيد هي عندها الشهرة، لأن يعني غتاخد غتكون عندها الشهرة، غيكونوا صحافة دولية ووطنية ومحلية، يعني ما كاينش كاينة قنوات اللي غتكون معنا، كاينة إذاعات اللي غتكون حاضرة معنا، وإذاعة دولية اللي غتكون حتى هي حاضرة معنا، يعني الحمد لله هاد البنت هادي اللي غادي تاخد لاميس ستروبري غادي تفتح ليها بزاف د الآفاق، غير هي خصها تمثل المدينة ديالها أحسن تمثيل. شكرا مروان، مرأة العرائش سفيرة النوايا من أجل إشعاع أفضل وصورة أفضل لمدينة العرائش.